السلام عليكم مشاهدينا أينما كنتم، نلتقيكم بحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي حماة العراق، ابقوا معنا. اختتم سيد وزير الدفاع زيارة رسمية لجمهورية أوكرانيا، وجرى استقبال رسمي للسيد الوزير والوفد المرافق له. وتهدف هذه الزيارة إلى تقوية أواصر التعاون بين العراق وأوكرانيا في مجال التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب وبحث التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بتطوير المؤسسة العسكرية العراقية. وبحث الوفد العراقي برئاسة السيد الوزير مع الجانب الأوكراني القضايا المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تطويره. بغية الوقوف والإطلاع على آخر المستجدات الأمنية في محافظة ديالى، تفقد سيد رئيس أركان الجيش لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى
يرافقه نائب قائد العمليات المشتركة ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من ضباط هيئة الركن. افتتح السيد رئيس أركان الجيش حملة التحدي الأولى لإعادة تأهيل وصيانة العجلات العسكرية التي نفذتها قيادة فرقة المشاة 11 بحضور معاون رئيس أركان الجيش للميرة وعدد من كبار الضباط في الوزارة. الزميل سلام الربعي يوافينا بالتفاصيل. مشاهدينا الكرام، هذه السواعد هي من أعادت الحياة لهذه العجلات. حملة كبيرة سيفتتحها السيد رئيس أركان الجيش بعد قليل. السيد رئيس أركان الجيش دائما ما يؤكد على أهمية توفير كل مقومات النجاح للمقاتل، وأعتقد هذا أصبح منهاج عمل، واليوم أثمر هذا التوجيه عن إعادة التأهيل لعجلات بسواعد الجيش العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. جهود كبيرة لقيادة فرقة المشاة 11، أنه بالرغم من هذا الواجبات المكلفين بها في محافظة بغداد، نرى الفرقة تقوم بهذا العمل الكبير بتصليح وإدامة عجلات تساعد القدرة القتالية، وبنفس الوقت تأمن متطلبات القوات العاملة في بغداد. نعتقد هذا العمل هو استمرار لقوات الجيش في تأمين متطلباتها، وخاصة احنا شوي نعيش في ظرف موضوع الجانب المادي والمالي يعني ليس بالمستوى المطلوب، ولهذا اليوم جهودهم وجهود إخوانهم بالفرق الأخرى مشكورين في سبيل الاكتفاء الذاتي والاعتماد على أنفسهم في تأمين متطلبات القتال، وهذا اليوم احنا اللي نشوفه هو جزء من تأمين متطلبات القتال. سيادة القائد، يعني هذه الحملة لقيادة فرقة المشاة 11 اليوم أثنى عليها السيد رئيس أركان الجيش للجهود المبذولة في فترة قياسية في ظل ظروف صحية واقتصادية صعبة. بالطبع احنا قمنا بهاي الحملة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس أركان الجيش والسيد قائد عمليات بغداد، وهذه الحملة اللي هي إعادة تأهيل الآليات والعجلات القتالية، كان تركيزنا على العجلات الهنفي القتالية كونها اشتركت بعدة معارك، كونها تعرضت لعدة حوادث من الاصطدام وغيرها، فتحتاج إلى إعادة تأهيل. قمنا بتصليح المحركات وقمنا بإعادة هيكل العجلات وصبغها وإعادة كفاءتها القتالية كما كانت قبل دخولها للمعارك. احنا مستمرين بهذا النهج، وان شاء الله
وفق منهج مدروس، وليس الآليات فقط، وإنما عندنا حملة لتصليح المدافع ضمن قيادة الفرقة، آمرية مدفعية الفرقة. بلشنا بها ابتداء من 1 أيلول من اليوم ولمدة شهر، والمنهج مستمر لغاية ما نأهل كل آليات ومعدات الفرقة وتكون جاهزة لتنفيذ أي واجب وفي أي وقت. الحمد لله والشكر، بعد المعارك وبعد ما عانت من الواجبات القوية رجعت العجلة مثل ما كانت قبل، وإحنا نحافظ على العجلات، الدهن مالتها نفحصها قبل أن نطلع، المي مالتها يعني تحافظ عليها، كون عينك عليها 24 ساعة. رجال ألانوا الحديد حتى أعيدت له الحياة، جهود بذلتها إحدى فرق المشاة 11 لها صولات وجولات، اليوم نفذت حملة لتصليح العجلات. سلام الربيعي، إعلام وزارة الدفاع. ترأس الأمين العام لوزارة الدفاع لجنة الإصلاح الوزاري بحضور أعضاء اللجنة، وتم خلال الاجتماع مناقشة مواضيع متعددة، منها تقديم إيجاز عن الرؤية الاستراتيجية العسكرية والخطط الخمسية لقيادات الأسلحة لغرض رفع القدرات القتالية للجيش العراقي وتفعيل المنظومة الإدارية ومحاربة كافة مظاهر الفساد الإداري والمالي وتأمين الدعم والإسناد للقوات الأمنية، ومناقشة أبرز المعاضل التي تواجه عمل الوزارة والتحديات المحلية والإقليمية والدولية. برعاية وحضور معاون رئيس أركان الجيش للتدريب، أجرت الكلية العسكرية مقابلات للطلبة المتقدمين على الدورة 83 من العسكريين والموظفين المدنيين. تفاصيل في سياق التقرير الآتي. بهدف رفض الجيش العراقي بكوكبة من الضباط وبرعاية وحضور معاون رئيس أركان الجيش للتدريب، أجرت الكلية العسكرية مقابلات للطلبة المتقدمين على الدورة 83 من العسكريين والموظفين بعد إكمالهم فترة الفحص الطبي، وضمت اللجنة ممثلين عن عدد من المديريات في وزارة الدفاع. اليوم عندنا كانت لجنة مقابلة الدورة التأهيلية 83 المخصصة للعسكريين والموظفين المدنيين المنتسبين لوزارة الدفاع والحراس الشخصيين. هؤلاء منتسبين ولديهم درجات وظيفية وتخصيص مالي، وإحنا بحاجة لهم. إن شاء الله سيتم المقابلة وفرز الأسماء وفق الضوابط المعتمدة، وإن شاء الله يداومون في بعد استحصال موافقة المراجع على إصدار الأمر الوزاري بدوامهم، راح يقسمون على الكليات العسكرية يتدربون فترة تأهيلية لمدة 9 أشهر إن شاء الله، ويتخرجون ضباط يخدمون بها صنوف القوات المسلحة العراقية. اليوم عندنا مقابلة، وهذه المقابلة تستمر ضمن سلسلة المقابلات اللي بدأت في 1/9 وتنتهي يوم 15/9. تضمن هذه المقابلة أسئلة عامة وأسئلة بالاختصاص، وتضمن أيضا لجنة من مجموع كافة وزارة الدفاع خاصة في هذه اللجنة بمقابلة المتقدمين للدورة 83. تضمنت المقابلات التي أجريت في شعبة التسجيل والقبول في الكلية أسئلة في الاختصاص، فضلا عن أسئلة عامة في كافة المجالات لاختبار مدى القدرة الذهنية للمتقدمين. تضمن المقابلة على الثقافة العسكرية وأسئلة عامة ووفق الشروط المعدة من قبل الكلية على أن يكون عراقي الجنسية ومن أبناء العراقيين الجنسية وحسن السمعة والسيرة والسلوك، بالإضافة إلى حصول على الشهادة بكالوريوس علوم في الجامعات. باشرت الكلية العسكرية بفحص الطلاب المتقدمين على الدورة 83، وأجرت لهم الفحص الطبي والبدني من قبل شعبة التسجيل والقبول في الكلية العسكرية، وباشرت الآن من بفحص الطلاب من ناحية ذهنية أثناء المقابلة، وباشرت مقابلتهم يوم 1/9 ولغاية 9/9. تبقى الكلية العسكرية في الرستمية مصنعا للأبطال لما تقوم به من دور كبير ومتميز في إعداد ضباط أكفاء لخدمة المؤسسة العسكرية في كافة الصنوف. جهود جبارة تبذلها الطواقم الفنية العراقية من الضباط والمراتب في قاعدة بلد الجوية، تمكنت الورش الفنية من إعادة تأهيل عدد من طائرات F-16 بوقت قياسي بعد انسحاب الشركات المصنعة لهذه الطائرات. تفاصيل أوفى مع الزميل محمد الشويلي. جهود جبارة تبذلها الطواقم الفنية العراقية
في قاعدة بلد الجوية لصيانة طائرة الاف 16 المقاتلة ذات التقنيات الحديثة. لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه الطائرة والورش الفنية الخاصة بها تابعونا. أعزائي المشاهدين، نحن الآن في قاعة بلد الجوية معي قائد القوة الجوية اللي يطلعنا عن طبيعة الورش الفنية الخاصة بطائرة F-16. سيادة القائد، جولنا اليوم بقاعة بلد الجوية، حدثنا وحدث المشاهدين عن تفاصيل هذه الطائرة والورش الخاصة بها. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نرحب بكم في قاعدة بلد الجوية. أخي العزيز، مثل ما شاهدت بنفسك أنت على واقع حال على الأرض أنه الطائرة حاليا تعمل بكوادر عراقية 100% مثل ما ذكرنا سابقا، وأنت شفت اليوم تجهيز الطائرة للطيران من قبل الفنيين والمهندسين العراقيين وطيرانها من قبل الطيارين العراقيين. هذه العملية إحنا الحمد لله وشكر بعد ما جاء بتخطيط ودراية الكوادر العاملة في قيادة القوى الجوية، احنا قدرنا بإمكانياتنا نملي الفراغ اللي حصل من قبل الشركات اللوجستية العاملة في العراق، مو بس على هذه الطائرة، على كل الطائرات العراقية الموجودة الحمد لله في آن واحد. المهمة مالتنا كانت والتخطيط مالتنا بأنه احنا يجب أن نكون موجودين في العمليات العسكرية الموجودة في على الساحة بالنسبة لوزارة الدفاع. أحب أن هنا وأذكر أنه السيد دولة رئيس الوزراء المحترم هو شخصيا متابع القوة الجوية وداعم بشكل جدي وإصرار أنه نكون إحنا رقم موجودين في العمليات العسكرية، إضافة إلى العسكرية هي المساعدات الإنسانية اللي وديناها لبنان ومساعدة إنسانية جبناها من الصين وكذلك النقل اللي صار بالدول الأخرى. هذه كلها تتم حاليا خلال هالفترة هاي اللي ما موجودة الشركات اللوجستية أنه مليناها بكوادر عراقية 100%. أتقدم بكل الشكر والاحترام امتنان لقيادة القوة الجوية العراقية البطلة على ما تقوم به. كان هناك بعد انسحاب الشركات بسبب الوضع الأمني كان هناك عطلات كثيرة في هذه الطائرات. الآن 25 طائرة جاهزة صالحة، طائرتين نستطيع أن نقول خلال الأيام القادمة أيضا تدخل على الصلاحية والجهوزية، ويبقى كم طائرة قليلة والعمل جاري على تصليحها وإعادتها وتأهيلها. هذه رسالة قوية للعالم أجمع أنه اليوم نمتلك فنيين ومهندسين وخبراء عراقيين يستطيعون أن يتمموا كل الأعمال الخاصة بهذه الطائرات وتصليحها، ويعني أن تكون جاهزة للقيام بأي عمليات تعبوية وضربات مهمة باتجاه ما تبقى في عصابات داعش الإرهابي. باشرت الكوادر الهندسية من ضباط ومنتسبي التابعة إلى قسم التفتيش الدوري إلى الجناح الفني قاعدة بلد الجوية بإجراء التفتيش الدورية للطائرة F-16 بكوادر عراقية خالصة، ولله الحمد بعد خروج الشركة المصنعة تقريبا احنا خلصنا 4 طائرات. تفتيش هي عبارة عن تفتيش دورية للطائرة، قدر يعني مقدار الساعات طيران للطائرة 200 ساعة طيران، وراها تدخل عندنا تفتيش دورية بعد خروج الشركة المصنعة 4 طائرات تقريبا مختلف الساعات الطيران، 200 ساعة طيران و400 ساعة طيران و800 ساعة طيران قبل فترة عندنا الطائرة O2.
بناء القدرات القتالية وتأهيل كافة الطائرات المقاتلة بجهود قيادة القوة الجوية، هذا ما تحرص عليه وزارة الدفاع. محمد الشويلي، إعلام وزارة الدفاع. تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل لواء المشاة البحري توفير الحماية لميناء أم قصر الشمالي والجنوبي من خلال نشر القطاعات العسكرية التابعة للواء على جميع البوابات والمنافذ البحرية. تفاصيل مع الملازم مصطفى علي. مشاهدينا الكرام، إعلام وزارة الدفاع يوثق لكم مهام القوى الماسكة لبوابات ميناء أم قصر التجاري. لمعرفة التفاصيل أكثر تابعونا. خلال زيارة السيد رئيس الوزراء المحترم يوم 15 تموز 2020 أصدر توجيهاته إلى قيادة القوة البحرية المتمثلة باللواء المشاة البحري بمسك الموانئ التجارية المتمثلة بميناء أم قصر الشمالي وميناء أم قصر الجنوبي والأوسط. أصدرت لواء المشاة البحري إلى فوج المشاة البحري الثالث بمسك الموانئ النفطية وتوزيعها على جميع الأبواب والمنافذ الحدودية. يتمثل قاطع مسؤولية اللواء المشاة البحري الذي يعتبر من أهم القواطع في القوات المسلحة لكونه يحتوي على الموانئ التجارية والموانئ النفطية الذي يعتبران المصدر الرئيسي لتصدير النفط. احنا في الحقيقة التوجيهات كانت واضحة والواجبات هي محددة، من ضمنها هي منع التهديدات الخارجية على ميناء قصر الشمالي والجنوبي، إضافة منع دخول الأسلحة إلى الحرم الجمركي وحرم الميناء بصورة عامة، ومنع أي عمليات خارج عن القانون من ضمنها الابتزاز المواطنين والتجار والوكلاء يرمون الدخول والخروج الميناء إكمال المعاملات الجمركية ومعاملة خروج بضائعهم. رئيس الوزراء الله يحفظه أمر بالجيش يستلم المنافذ الحدودية، أكو تغيرات صارت، شغلة الرون انتهت، شغلة الفلتنة بالميناء انتهت. لاحظ أنت من باب الجمرك، غرفة الجمرك راح توصلها السيارات المحجوزة مال الجمرك. زين، يعني من قال لك أضرب بيد من حديد السواه سواه وبارك الله بي. شو تحب توجه كلمة للجيش؟ والله العظيم أحب أوجه لهم كلمة للجيش، كلهم أخواننا وكلهم على رأسنا وجهودهم مشكورة وبارك الله بيهم والله يكثر من أمثالهم ويا ريت الدوم هيجي أحسن من قبل. بالنسبة للجيش بنستلم من ميناء قصر الجنوبي، صارت انسيابية أكثر للعمل، صار تفتيش أكثر، تدقيق على الأشخاص الدخول وخروج الميناء، تدقيق أرقام السيارة، تفتيش السيارة تفتيش دقيق، والسماح بدخول المخولين والموظفين إلى الميناء فقط. يعني لا يوجد هناك ابتزاز؟ لا الحمد لله ماكو أي ابتزاز، ماكو أي شيء لأي موظف داخل الميناء أو أي مخول أو أي وكيل إخراج داخل الميناء. الجيش زين خدمنا ووفر كل الأمن بالموانئ، ماكو أي ابتزاز هسه بعد ما الجيش العراقي لزم الموانئ ولزم القواطع وكلش عملية كل زينة. القائد العام للقوات المسلحة لا مكان للابتزاز والمعاملات الغير قانونية في مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي بعدما أصبحت تحت حماية لواء المشاة البحري. من البصرة الفيحاء، الملازم مصطفى علي، لإعلام وزارة الدفاع. ينفذ لواء المشاة 38 التابع لفرقة المشاة 10
عددا من الإجراءات الأمنية من خلال التفتيش الدقيق للعجلات وتدقيق الهويات، وكان للجهد الاستخباري الدور الكبير لهذه الخطة الأمنية. تفاصيل مع الزميل كرار الربيعي. استمرارا للدور الكبير الذي ينفذه الجيش العراقي في تأمين المدن، ينفذ رواء المشاة 38 التابع لفرقة المشاة 10 عددا من الإجراءات الأمنية في المدن التي تقع ضمن قاطع مسؤوليته، والتي تسهم بشكل كبير في حفظ أمن محافظة الأنبار. يبدأ قاطع مسؤولية فوجنا من الجسر 35 إلى حد الجسر الفلسطيني. واجباتنا بسيطرة الشهيد اللواء الركن أحمد صداق كشيء أساسي هو حماية المواطن، ومن ثم تدقيق الهويات والبحث عن المطلوبين. تنوعت تلك الإجراءات الأمنية بحسب الخطط المعدة لذلك، ومن أبرزها التفتيش الدقيق للعجلات الداخلة والخارجة ضمن قاطع المسؤولية وتدقيق الهويات، وكان للجهد الاستخباري دور كبير في هذه الخطط الأمنية. واجبنا مستمر 24 ساعة مستمر واجبنا، وعندنا سونار وكناين تفتيش العجلات تفتيش الأشخاص. مواطنون بدورهم أثنوا على الدور الكبير للجيش العراقي في حماية تلك المدن، وثمنوا التسهيلات التي يقدمها لهم، وأكدوا على أهمية التعاون المشترك لينعم العراق بالأمن والأمان. والله يعني بصراحة يعني مشكورين يعني على التزامهم وتعاونهم، يعني احنا نروح ونجي يعني بصراحة لو مو الله ثم هم يعني بصراحة ما المحافظة يعني ما بها أمن. إجراءاتهم يعني تشوفها بها تسهيلات؟ والله إجراءاتهم طيبة وزينين ويا الناس، يعني سمعتهم طيبة بصراحة، يعني الجيش حل سمعتهم طيبة. والله إجراءاتهم كل زينة وتعاملهم كلش طيب، والناس متعاونين ويانا مو شو مكان، ويعني إجراءاتهم سهلة وازدحامات ماكو، ومسهلين الأمر بكل طريقة، ونشكرهم وجزاهم الله خير. لإعلام وزارة الدفاع كرار الربيعي. مشاهدينا الكرام، نصل إلى فقرة بريد البرنامج الذي نستقبل فيه شكاوى من خلال الموقع الإلكتروني الظاهر أمامكم أسفل الشاشة. جندي مطوع ليث فالح محمود أحمد المفرجي: أخي العزيز، لم تؤيد دائرة الإدارة نقلك، كون وحدتك ملائمة لظروفك الصحية وبعيدة عن خط التماس مع العدو. جندي مطوع محمد طارق نظمي عبد الحميد العزاوي: أخي الفاضل، أجابت دائرة الإدارة أن حالة الخدمة فسخ عقد هارب ولم يرد اسمك ضمن قوائم المشمولين بالعودة. العريف فاضل عباس علي خضير: أخي الكريم، أجابت دائرة الإدارة لا مانع لدينا من نقلك من وحدتك الحالية إلى إحدى وحدات مقر الفرقة أو آمريات الصنوف والخدمات، كونك مشمول بضوابط نقل ذوي الشهداء. مشاهدينا الكرام، فقرات البرنامج مستمرة بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد لتكملة بريد البرنامج. جندي أول أحمد علي راضي عذافة عبد الله: أخي العزيز، أجابت رئاسة أركان الجيش أنك غير مشمول بضوابط إعادة الخدمة كونك متسرب وتارك الموضع الدفاعي. المواطن مثنى إسماعيل سلمان: أخي الكريم، أجابت الوزارة بإيقاف التعيينات على ملاك الدائم استنادا لكتاب وزارة المالية دائرة الموازنة. بهدف دعم جرح القوات المسلحة الراقدين في المستشفيات، نظمت جامعة الدفاع للدراسات العسكرية حملة واسعة للتبرع بالدم لمنتسبيها، تثمينا للتضحيات الجسيمة التي قدمها هؤلاء الأبطال. مزيدا من التفاصيل والزميلة فرح الطائي. نظمت جامعة الدفاع للدراسات العسكرية حملة واسعة للتبرع بالدم لمنتسبيها من جرح القوات المسلحة والجيش العراقي الراقدين في المستشفيات وتلبية كافة احتياجاتهم، فضلا عن دعم المؤسسات الصحية. تحت شعار جامعة الدفاع للدراسات العسكرية تتدرب وتقدم الدعم الإنساني أيضا، اليوم بمبادرة إنسانية لحملة التبرع بالدم
كان هناك إقبال كبير من كوادر جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، حيث قدر عدد المتبرعين باليوم الأول ما يقارب 70 متبرع، وهذا التبرع هو لدعم المؤسسة العسكرية والمؤسسات الصحية بالعراق خدمة للمواطن العراقي. وهذه ليست حملة تبرع الأولى، حيث ستلحق هذه الحملة حملات تبرع أخرى، واتخذت جامعة الدفاع كل الإجراءات الوقائية للحد من جائحة كورونا من خلال التحفير ولبس الكمامات والكفوف، وحقيقة انطينا إشعار حتى لمفاصلنا الأخرى ليقوموا بنفس الحملة دعما للشعب العراقي بظل الظروف الصحية القاهرة. الحملة شهدت إقبالا واسعا من قبل منتسبي الجامعة والذين بدورهم ثمنوا دور القوات الأمنية بتصديهم للعصابات الإجرامية. والله إقبال ممتاز، ويعني أقل ما يمكن أن نقول أنه ممتاز وجيد جدا، وإن شاء الله دوام الصحة والسلامة لكل منتسبين قواتنا. كل الإجراءات اللي موصى بها من وزارة الصحة ومن المراجع الكرام من المتمثلة بمديرية الأمور الطبية العسكرية تم مراعاتها في عملية التبرع بالدم، من عملية فحص درجة الحرارة للمتبرعين وصولا إلى الفحص السريري لهم قبل عملية التبرع وقياس الضغط. مبادرة إنسانية متميزة تأتي ضمن أوليات الشعور بالمسؤولية تجاه جرح الأبطال الذين قدموا تضحيات جسيمة خدمة للعراق العظيم وشعبه الباسل. حملة التبرع بالدم اللي صارت اليوم برعاية جامعة الدفاع الوطني ومديرية الأمور الطبية العسكرية، صار التوجيه بأن تكون حملة بهاي الوحدة جمعون الدم من عدها، ودعم للجرحى بالعمليات العسكرية اللي تصير هسه، دعم لذوي العسكريين الموجودين يقوم بها مصرف الدم مستشفى المثنى العسكري مديرية الأمور الطبية العسكرية بين فترة وفترة حسب الحاجة. هكذا حملات تساهم في رفض الروح المعنوية للمقاتلين، كوننا نرفضهم بالدم. الدم هو أغلى ما يملك الإنسان، فلما راح يشوف أكو هيك تجاوب وأكو هيك حملات لدعمه راح تقوى عزيمته وإصراره على سوح القتال وبالمعارك. لإعلام وزارة الدفاع فرح الطائي. نال المقدم عمار كاظم قعيد المنسوب لقيادة طيران الجيش شهادة الدكتوراه في فلسفة التمريض من جامعة بغداد كلية التمريض، التي اختصت ببرنامج الإخلاء الطبي الجو الريادي وتأثيره في معارف وممارسات المسعفين. تفاصيل أكثر مع الزميل محمد الشويلي. بحضور ممثل الأمين العام لوزارة الدفاع ومدير السلامة الجوية في قيادة طيران الجيش، نال المقدم عمار كاظم قعيد المنسوب لقيادة طيران الجيش شهادة الدكتوراه في فلسفة التمريض التي اختصت ببرنامج الإخلاء الطبي الجوي الريادي وتأثيره في معارف وممارسات المسعفين اتجاه الإصابات الطارئة في قواعد طيران الجيش. البحث والإنقاذ من الفعاليات المهمة في طيران الجيش، وخاصة في فترة المعارك وفي فترة المحاربة داعش وعصابات الإرهابية. حاليا مقدم عمار قدم دراسة بهذا الموضوع وراح يكون إلى اهتمام أكثر، متأكد أغني راح يصير إلى اهتمام أكثر وراح يدرس في كل القواعد الجوية وتثبت عليه كوادر طبية ويصير اختصاصات، وهذا من يعني من الاختصاصات المهمة في طيران الجيش. طبعا تناولت الدراسه وهدف الدراسه هو معرفه معارف وممارسات المسعفين الجويين تجاه الاصابات الطارئه. اخذت العينه من قواعد جويه، قواعد جويه تابعه لقياده طيران الجيش 6 اللي هي قاعده الكوت الجويه والشعيبه والكركوك والحبانيه وكليه القوه الجويه. اختارت عينه من 30 مسعف جوي متجهين على كل القواعد الجويه، عينه غير احتماليه عمديه. تناولت الاستماره 3 محاور، المحور الاول الديموغرافيه والمحور الثاني هو المعارف والثالث هو الممارسات. كانت النتائج الدراسه هو وجود تحسن ملحوظ بالبرنامج المطروح من قبل المسعف الاستاذ او الباحث للمسعفين. اوصلت الدراسه بتعميم الكتيب الخاص بالاخلاء الطبي الجوي على كل القواعد الجويه وعلى وزاره الصحه وزاره الداخليه. بعد موافقه اللجنه
التي تألفت من أساتذة مختصين في كلية التمريض على أطروحة الدكتوراه، ستعتمد هذه الرسالة في قواعد طيران الجيش لما لها من أهمية كبيرة من معارف وعلوم قيمة يمكن الاستفادة منها في عمليات الإخلاء وإسعاف الجرحى. الموضوع كان رسالة، موضوع علمي ومبتكر وبفائدة للمسعفين الجويين قواتنا المسلحة الباسلة، وإحنا طلبنا من الطالب أن يعمل كتيب بالمعلومات يوزع على المنتسبين للأخلاء الجوي للفائدة العلمية. كيف وجدت الرسالة؟ رسالة جيدة ومعلوماتها علمية واضحة ورصينة، والطالب بذل جهدا كبيرا فيها. لإعلام وزارة الدفاع، محمد الشويلي. تواصل قاعدة أم قصر البحرية حماية الموانئ النفطية والتجارية والممرات الملاحية في قناة خور عبد الله، حيث تقوم بحماية مينائي العمية والبصرة النفطي ومنصات النفطية العائمة بنظام حماية رصين. الملازم مصطفى علي تواجد في قاعدة أم قصر البحرية وعد لنا هذا التقرير. مشاهدينا الكرام، اليوم لإعلام وزارة الدفاع جولة خاصة مع قيادة القوات البحرية لمعرفة التفاصيل أكثر، تابعونا. تقوم قيادة قاعدة قصر البحرية، هي أحد تشكيلات قيادة القوة البحرية، بحماية الموانئ النفطية ومنصات النفط العائمة والممر الملاحي المؤدي إلى الممر الملاحي في قناة خور عبد الله المؤدي إلى موانئ التجارية، حيث تقوم قيادتنا بحماية ميناء العمية النفطي وميناء البصرة النفطي والمنصات النفطية العائمة عدد ثلاثة، حيث بنظام حماية متبع وفق قواعد الاشتباك للقوة البحرية المقررة والمصادق عليها وفق القانون الدولي البحري، حيث نقوم بمنع دخول السفن وزوارق الصيد التي لا تحمل أوراق رسمية ولا تقوم بأعمال غير قانونية في المياه الإقليمية العراقية، حيث تؤمن قيادة القوة البحرية الموانئ النفطية التي تعد الشريان الرئيسي للاقتصاد العراقي، حيث 93% من صادرات النفط العراقي الخام يتم عبر هذه الموانئ الجنوبية. وبالإضافة إلى حماية الموانئ الجنوبية، تقوم قيادة القوة البحرية بتأمين الحماية إلى مشروع ميناء الفاو الكبير المنفذ من قبل شركات عالمية في كاسر الأمواج لمنع اختراب الصيادين والسفن التجارية لعرقلة أعمال المسح والطم. ومن خلال ذلك تقوم بتفتيش السفن التجارية الداخل والخارج إلى الموانئ التجارية في أم قصر وخور الزبير وفق تعليمات الصادرة من المراجع، حيث صدرت تعليمات من المراجع من دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على تأمين هذه المنافذ الحدودية البحرية من أي أعمال إرهابية أو قرصنة أو عمليات ابتزاز للسفن الداخلة والخارجة، ونحن مستمرون بتأدية الواجبات من خلال زوارق الدورية التي تمتلكها قيادتنا والقطع البحرية الأخرى. واجبات المناطق بقوة ميناء البصرة النفطي بالتنسيق مع زوارق الدورية العراقية التي تؤمن محيط الميناء
هي تأمين الحماية النقطوية للميناء، وكذلك القيام بتفتيش الناقلات النفطية الداخلة للعراق. قبل تدخل الناقلات النفطية نكلف فريق التفتيش بتفتيش هذه الناقلات، التأكد من سمات الدخول، تأكد عدم تجاوز هذه الناقلات على القوانين الدولية، عدم احتوائها على بعض الأسلحة الغير مرخصة، الطاقم يمتلكون سمات دخول رسمية، هذه الواجبة. كذلك تفتيش الموظفين، تقديم المساعدة لكل من يحتاج بالقرب من الميناء. كذلك الميناء يعتبر مركز اتصالات رئيسي بين القطع البحرية والقيادة. مهمتنا هنا حماية ميناء العمية والبصرة، خاصة ميناء البصرة متواجدين به. معنوياتنا كلش عالية، وإحنا حاضرين لأي مواجهة بالنسبة لخطر ميناء البصرة، وإحنا جاهزين تامة التجهيزات وما عندنا أي مشكلة، وإن شاء الله أمورنا طيبة. واللي يردوننا من عندنا ضباطنا حاضرين، خصوص ضباط السيطة وضباط الحركات، وإحنا ما عندنا أي نقص بالنسبة للتجهيزات بالنسبة لأي شيء. تأمين الحماية للموانئ والمنصات النفطية والحفاظ عليها من العمليات الإرهابية باتت اليوم بأيادي أبطال القوة البحرية. من البصرة الفيحاء الملازم مصطفى علي لإعلام وزارة الدفاع. مشاهدينا الكرام، نصل إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا الأسبوع، انتظرونا في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.